غادي نهرس هاد الدجاجه قدامكم بحال هكا. السلام عليكم. بغيتكم هاد الفيديو هذا انكم توصلوا ل 100,000 لايك. علاش؟ لان راه في صالح اي واحد كيمتلك سياره. كما كتعرفوا بان راه جدارميه راه كيوقفوا الا كانت الدجاجه، يعني هاد الباربريز هادي ديال الزاج الواقيه الاماميه كان مهرس. انا اليوم وجدت لكم هادي وغادي نهرس بها الدجاجه باش نشوفوا فعلا واحد الحاجه واش كتصلح كتصلح الزاج الواقيه الاماميه الا تهرسات، ولا ما يمكنناش اننا نديروها خصنا غير نبدلوا الزجاجه. كتعرفوا بان الاثمنه ديال الزاج هذا الباربريز هذا واحد الاثمنه اللي هما خياليين، بدا من 1000 درهم وطلع الفوق. اليوم غادي نهرسوها ونجرب داكشي قدامكم ونشوفوا فعلا، وانتم كتشوفوا داكشي. علاش قلت لكم في البدايه الفيديو ما كرهتش يوصل ل 100,000 لايك الا كان خدام هذا الفيديو هذا. ما كانش خدام ما ديروش لايك باش ما يوصلش الناس. والهدف ديالي انني الانسان عنده سياره يستفد من هذا الشيء. غادي نهرس هذه الدجاجه قدامكم بحال هكا. هانتوما الاخوان، من بعد ما هرسنا الدجاجه هانتوما كما كتشوفوا، ها هي كاينه ضربه هنا خفيفه، كاينه شقه، ها هي هنا. شوف هذه ضربه عاود ديال الله يحفظ الى شي حجره. كاينين بعض الناس راه كيوقع لهم بحال هكا، كتجيهم حجره في باربريز. حنا نشوفوا هذا المفتاح السحري كما كيقولوا وكيبيعوه للناس، واش فعلا غيصلح هذا الشيء ولا ما عندكم ما ديروا بهذا الشيء هذا. على حسب الطلب ديال الناس وجربت باربريز هرستو، نشوفوا واش كاين، واش فعلا غادي يصلحوا ولا ما غاديش يصلحوا. غادي نحط هذه ونحلوا هذا البرودوي هذا. ها انتم راه ما عمر ما جربتو وبغيت نجربو قدامكم، حتى انا راه ما عارفش هذا الشيء هذا. هي انا بغيت نقربكم كما كيقول الواقع، كان مزيان مزيان، ما كانش مزيان ما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء. هي الطريقه هنا ديال الاستعمال، الطريقه ديال الاستعمال ديالو ما عرفتش ديال اش هذا الشيء. المهم غادي نجربو هادي، يعني هكا غادي نحطوه في بلاصه ديال البلاصه اللي تهرسات. غادي نجيو لهنايا، عندنا التهريسه هنا، غادي نجيو هاد التهريسه هادي غادي نحطوها هنا. انا داكشي اللي شفت في الفيديو يعني كما الطريقه باش كيبيعوه بغيت نجربها. ها هي، واش عندهم الصح، واش كيمشي مع هاد الشق هذا، واش غادي يجمع لنا هادشي ولا ما غاديش يجمعو. هادي هي الكولا، وهذا هادي باش نتقبو، وهادي داك الزيزوار اولا الكوتشيه، كل واحد شنو كيقول ليه. ها هما البياس ديالو، وحاولوا ما امكن ان هاد الوسط هذا ديال سميتو قال لك يجي في وسط ديك الضربه بحال هادي، يعني بحال هادي يجي في الوسط منها. من بعد غنجيبو الكولا هكا، انا غير شفت الطريقه ديال الاستعمال، ونخويوها هنا في الوسط هايا، وتبركوا عليها باش تقطر، ونجيبو هذا، نجيبو هذا وندخلوه هنا، وفيه الفيلتاج، هو شوف فيه فيلتاج هكا، ونعاود نحاولوا نزيرو باش هذا شنو الدور ديالو باش كيدفع ديك الكولا، نشوفوا فعلا واش غادي تخرج ولا ما غاديش تخرج. ايوا دابا دخلنا عليكم بالله، الا جات الدجاجه فيها الضربه بحال هكا كبيره بحال هكا وتشقيقها بحال هكا ولا بحال هكا، غنشوفوها عاود حتى من الداخل. ها هو تقلع من هنايا. يعني الاخوان نقول لكم واحد الحاجه، قال لك اودي هانت شوف، ها هي فعلا ها عمرتنا بالكوله هنايا، ولكن واش هادي، واش هادي دخلنا عليكم بالله ولا هاد الكوله، واش غادي غادي تدرك هاد الزجاجه هادي، تشقى هادي ديال الزجاجه كامله، اولا بحال هادي ها اولا بحال هادي غادي تعمر هاد الكوله هادي، هاد شويه هاد الكوله غادي تعمر بحال هادي، ما يمكنش تعمر بحال هادي. يعني هاد الشيء الاخوان، هاد الشيء في النظر ديالي، هاد الشيء في النظر ديالي. شو دايرين لي زعما حتى هادي باش زعما نحكو ديك الكوله هنا وسميتو، هاد الشيء هذا راه ما خدامش. شي بالنسبه للناس اللي كيبيعوا هاد المنتوجات هادو للناس، هادو اللي ما كيسوا والو، حنا جربنا قدامكم. وهذه راه ماشي زجاجه ديال باربريز ديال الطوموبيل ديالي، راه هذه غير زجاجه بوحدها، هي راه محطوطه هنايا بوحدها غير باش ندير لكم تيست، وبغيت ندير لكم تيست كالواقع. هاد الشيء هذا بالنسبه لدوك الناس اللي كيبيعوه، شي هاد الشيء شنو خصو. ها شوف الكولا في يدي، شوف ها ها ما خدام حتى شي حاجه. هاد الشيء خصو هكا، يعني ما خدامش هاد البرودوي هذا ما خدامش. وبالنسبه هذا راه شريته باش حتى انا نوريكم دوك الناس اللي كيهزوا لا فيديو ديالي باش كيروجوه وكذا، على اساس انا كنتيستي مع الناس. هذا راه شريته من اس ال، واحد كتب لاباج ديالو اس ال، راه غادي نخليها لكم باش ما تشريوش من عندكم من عندهم التخربيق. شوف غير وسخنا يدينا على والو، راه ما يمكنش ضربه الزجاجه الا كانت هكا، ما عليك غير تبدل بالزجاجه.